السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وخليك هنا. لماذا يغيب التأمين عن الحياة عن ثقافة العالم العربي؟ ولماذا لم تتمكن شركات التأمين من إقناع الجمهور عن أهمية هذا المنتج الذي لا يلقى الصدى الإيجابي كما في سائر دول العالم؟ معنا النهاردة بروكر تأمين وخبرة أكثر من 25 عام الأستاذ محمد منتصر، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ ايمان، واهلا بالبرنامج، واتشرف بيكم ومبسوط قوي ان انا معاكم النهارده، نحس ندي فكره كبيره بحيث اي حد عنده استفسار او اي حاجه احنا نلبي الطلب بتاعه بامر الله وبالتوفيق ان شاء الله. نورتنا حبيبي، ميرسي وربنا يخليك. استاذ محمد، يعني ايه كلمه تامين؟ تامين دي كلمه طبعا شامله واسعه. التأمين دوت احنا يعني حد بيغطي حاجة، كفرنج لحاجة معينة في زي سواء اذا كان لايف بقى نتكلم في الحياة او الممتلكات. التأمين يعني حماية، التأمين حماية للممتلكات وحماية برضو للاستثمارات اللي هي موجودة ديت. كلمة تأمين كلمة كبيرة شاملة وعامة. طب ايه هي اهمية التأمين على الممتلكات؟ لا، اهميه الممتلكات، التامين على الممتلكات ديت طبعا ده استثمار. اي مستثمر، اي حد بيكون عنده مشروع، مصنع، مؤسسه كبيره بملايين وممكن بمليارات كمان، يعني مش ملايين، لا بمليارات. فالتامين ده بيبقى يعني بيساعد المستثمر دوت ان هو بيحافظ على راس ماله وعلى صناعته وعلى دنيته. التامين ده شيء مهم جدا، بحمي ثروتي، بحمي راس مالي، بحمي مصنعي، شركاتي. التأمين ده حاجة يعني في الاقتصاد ده مهم جدا وبيحمي الثروات بتاعت المستثمرين. يعني ليه احنا مش بنوصل للناس ان أهمية التأمين؟ يعني انا عندي مثلا لازم أأمن على حياتي، أأمن على بيتي، ليه الناس بتقلق من موضوع التأمين؟ هو مش موضوع برضو بتقلق، هو برضو يعني هي عايزة بتبقى دعاية كبيرة، الوعي برضو بتاع أو اللي بيشرح الفكرة نفسها على حسب يكون صادق ويكون أمين ويدي المعلومة مظبوطة. بخلاف كده الوعي التأميني برضو، الوعي التأميني مش واخد حقه، يعني مش واخد حقه في الدعاية، في الدعاية والإعلان، لكن بره في البلد بره التأمين ده نمرة واحد. ايه هي المؤهلات المناسبه لاي شخص عايز يامن على حياته؟ انا عايز امن على حياتي، ايه المؤهلات المناسبه اللي تبقى عندي عشان انا اخش مرحله التامين، اقدم على التامين؟ والله هي مش مؤهلات، هي يعني شروط واجبه. اوكي. طبعا اي حد بيبقى بروكر او حاجه بيشرح التامين، بيشرح يعني مميزاته وعيوبه. التامين على الحياه في الاول هو حمايه واستثمار. أوكي. حمايه للشخص اللي بيأمن على نفسه، ده حمايه ليه ولاسرته. واستثمار ان هو لو قعد المده اللي هي 20 15، ده الفلوس دي بتستثمر وبتبقى تقريبا اضعاف المبلغ اللي هو بيبقى دفعه على مدار المده المتعاقد عليها مده التأمين. يعني التأمين على الحياه هو استثمار وحمايه. ملوش سن معين؟ لا طبعا ليه سن معين. السن المعين بيبقى يعني الكلام ده بس من زمان قوي. انا التأمين على الحياه ده انا اشتغلته باكتر 25 سنه، واشتغلت حوالي 15 سنه وبعد كده اتجهت بقى للممتلكات، لكن عندي خبره في التأمين على الحياه اللي هو مده التأمين والسن ما يزيدوش عن 70 سنه طبعا. والمبالغ الكبيره، مبالغ التأمين الكبيره اللي بتعدي مثلا نص مليون او حاجه، دي بيحتاج لها كشف طبي دقيق على صحه المؤمن عليه. وكل ما زاد مبلغ التامين في كل ما زاد مبلغ التامين زادت المبلغ، زادت الاجراءات الطبيه عليه، يعني زادت الاجراءات الطبيه. طبعا، والا يكون مثلا مريض عنده امراض مزمنه، عنده كذا كذا، فلازم طبعا الشركه التامين بتبقى حريصه ان هو يكون البني ادم ده سليم، يعني ما عندوش اي امراض سابقه او مزمنه. طيب ايه المقصود بالمستفيد من وثيقه التامين؟ المستفيد بوثيقه التامين اللي هو طبعا ما حتى كلمه يعني شارحه نفسها، اللي حصل ضرر. لو عايز تكلمها في التامين الحياه مثلا، لو حصل لا قدر الله وفاه او حاجه، طبعا المستفيد الورثه الشرعيون اللي هو بيكتبهم
او بيكتب يعني بيكتب اسامي معينه، بيحط اسامي معينه دول الورثه يعني عشان ما يخشش في حته الورثه الشرعيين، ممكن يكتب الزوجه والاولاد بيحددها باسامي يحددها اذا كان عايز يسيبها بقى كده بورثه شرعيون، بقى ورثه شرعيون تخش في جهاز المجال ده. انتقل اللي هو التامين على الحياه. بالنسبه للممتلكات المستفيد غالبا ما بيكون بنك، يعني انا عندي مصنع بعمل وثيقه تامين على المصنع، باخد كارد بالبنك فالبنك بيديني الكارد، بعمل وثيقه تامين عشان لو حصل لا قدر الله اي ضرر للمنشاه او المصنع دوت، البنك اللي هو المستفيد ياخد يصرف مبلغ التامين من شركه التامين. لا اتفضل استاذ محمد، هل يحق للمؤمن او المؤمن عليه الغاء وثيقه التامين؟ الغاء وثيقه التامين بشروط، هي كل حاجه بشروط. طبعا لو انا عندي عربيه ومأمن عليها وعايز الغي وثيقه التامين، ما فيش حاجه يعني تمنعني ان انا الغيها، بس في برنامج او في جدول، في بتبقى مده قصيره، يعني مده حسب المده اللي انا امنت مثلا الموثقه لمده سنه، امنت 6 شهور، شركه التامين بتاخد قسط ال6 شهور دوت وتدير الباقي، لان هو متغطي اوريدي ال6 شهور ديت. ما هو اللي كان في حاجه تانية انت قلتي بالنسبه للمستفيد ولا ده المستفيد ولا ده دوت، ان انا بامن على نفسي او بامن على حد. ده سؤالي، ينفع انا الغيه او الطرف الثاني اللي انا مامن عليه ده بيلغيه عادي؟ الغيه لو انا عامل وثيقه يعني انديفيدوال، يعني مش ما فيش صلاحيه. لكن لو في بنك معايا مستفيد، ما ينفعش ان انا الغي الوثيقه الا بعد الرجوع للبنك، لان في شرط صريح في الوثيقه لا يجوز اجراء اي تعديل في الوثيقه او الغاء الا بعد موافقه كتابيه من البنك، لان البنك هو اللي نقدر نقول هو صاحب الوثيقه، هو اللي عامل الوثيقه. بس هي في جميع الاحوال موضوع التامين مصلحه للطرفين، ليا انا بامن او انا بامن على حد. طب ايه هي الشروط النسبيه؟ النسبية دي خدنا فيها فترة ساعة لما حصل دروب في التعويم الجنيه والأسعار العربيات زادت أو قيمتها قلت. النسبية هي إن أنا لازم لما أجي أأمن على شيء أأمن بكامل قيمته السوقية. بمعنى إن أنا عندي، أخد لك مثلا على عربية بمليون جنيه. حاجة أقول طب أنا بدل ما أأمن بمليون جنيه أأمن بنص مليون، بدل ما أدفع ونس مثلا 20,000 جنيه، لا أنا أدفع 10,000 جنيه قسط. فهنا أنت يعتبر أمنت على نص الحاجة، على نصها. لما يجي تصرف تعويض بقى تصرفه بالنسبة اللي أنت أمنت عليها، تاخد نص المبلغ التعويض اللي أنت دفعته، لأن المفروض أنت بتأمن على كامل القيمة السوقية للشيء اللي أنت عايز تأمن عليه، سواء أيا كان ممتلكات او سيارات او اي حاجه، لازم تكون قيمه سوقيه فعليه. طب ايه المقصود بنسبه الاستهلاك؟ نسبه الاستهلاك ديت بتطبق في السيارات عامه. وانس ان في دامج حصل للعربيه فغيرنا قطع الغيار دي كانت قديمه، لما عمل الحادثه كانت قديمه. فهو اعجبنا حاجه جديده، فأكيد لي نسبة استهلاك ما بين القديم والجديد، يعني القديمة دي استهلكت بنسبة 5% 10%، تمام، فبيتخصم نسبة الاستهلاك منها مقابل ليه إن أنا بجيب قطعة غيار جديدة. دي نسبة الاستهلاك. هي دي نسبة الاستهلاك. طيب بنسمع كتير عن ناس عاملة تأمين ومش بتصرف تعويض، إيه الأسباب؟ لا ده كتير قوي، يعني عاملة تأمين وبتصرفش تعويض. آه. بيبقى جهل بشروط الوثيقة. جهل من المؤمن، صح؟ من المؤمن والبروكر او اللي بيشرح له. اوكي. او اللي بيبيع له. بتيجي مثلا بعض وكل المشاكل دي بتحصل برضه في السيارات، لان هي دي عالمنا، يعني انا عالم السيارات. عالم السيارات انا يعني واخد خبره الحمد لله فيها 25 سنه طبيعي. فبالنسبه لل اللي هي بتبقى ايه نسبه تعويض بيبقى ايه يا ربي حاجه يعني
معلش هو ان هو ما صرفش التعويض، يعني ناس كتير بتبقى عامله تامين ومش بتصرف التعويض. بص يا اما مثلا تكون في بوليسي مثلا بيقول ان لابد من عمل محضر شرطه في الحادثه، لما يكون حادثه كبيره ما عملش المحضر بعد الحادثه على طول، فالموضوع طول معايا. يكون مثلا سايق العربيه حد تاني غير مالكها، اي حد، فالطرف التاني هو اللي عمل حادثه، فانت مالكش تعويض. فين المصلحه التامينيه في اللي هو لازم اللي يكون كل دي شروط في لازم اللي يسوق العربيه يكون مالكها؟ لا يعني مالكها طبعا، ويكون من الدرجه الاولى، من الدرجه الاولى يعني مش اي حد يسوق العربيه، مش صديق مثلا، مش حد معرفه، لازم حد من الاقرب. هي لازم يعني ما ينفعش ان حد يكون مع عربيه واي حد يسوقها ويعمل حادثه والكلام ده. تاني حاجه ممكن يكون ان هو رخصه العربيه منتهيه او رخصه كده منتهيه، يعني لو عمل لا قدر الله حادث ورخصه العربيه منتهيه ملوش حق ان هو يصرف تعويض، لان هو كده بيخالف شروط المرور. اوكي، لازم تكون رخصه القياده ساريه بتاعتك. لازم احنا عايزين نعرف الناس برضو عشان خاطر لو حد عنده خلفيه او حد بيسال يبقى هو الاجراءات. بص الاجراءات سهله، و الحادثه لو بسيطه مش محتاجه محضر شرطه. في شركات بتقول لك انا عايز محضر شرطه من 10,000 جنيه، في شركات بتقول لك انا عايز محضر شرطه من 40,000 جنيه، ده تعويض. في شركات تقول لك انا عايزه محضر شرطه في حالتين بس، حاله لا قدر الله السرقه او حاله ان العربيه هلك كل، يعمل محضر شرطه. تمام، ومحضر شرطه بيثبت حاله العربيه وقت وقوع الحادث. لازم تكون رخصه العربيه ساريه، رخصه القياده ساريه، عشان تكون وفقا لنظام المرور او لشروط المرور لازم تكون رخص ساريه. طيب تمام، هل شركات التامين بتقوم بمعاينه الممتلكات قبل توفير الغطاء التاميني؟ ده واجب 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 من شركه التامين ان هي تقوم بمعاينه الممتلكات ايا كانت، هي سياره او مصنع او شركه او منشاه، في حالات طبعا يعني كممتلكات حريق وسطو، ده لازم نعين عشان نقدر القيمه اللي هي مكتوبه، يعني القيمه اللي هي مكتوبه مدونه في وثيقه التامين، مبلغ التامين، لازم الحاجات الاشياء اللي هي تكون موجوده تكون قيمتها مظبوطه. اوكي، ما تكونش اعلى ولا اقل. برضو بالنسبه للعربيه لازم يتامن تتعاين عشان لو فيها اي تلفيات او ضرر يتثبت، عشان ده بيبقى من ضمن الاستثناءات اللي متغطيه في الوثيقه، وده بتقوم بيه شركات التامين اكيد. طيب هل يجوز التأمين على ذات محل التأمين بأكثر من وثيقة تأمين لدى شركات التأمين مختلفة؟ معنى مثلا حد عنده مصنع مثلا، اوكي، وأمن في 3 شركات تأمين ويحصل له تعويض، فهل يصرف من 3 شركات تأمين؟ لا طبعا ده غلط، ما ينفعش. ده اسمه بقى تربح من التأمين، وده يعني مش منطقي خالص. يعني ما ينفعش ان هو يصرف من اكتر من شركه تامين، لان ده يعتبر يعني تربح، انا بتربح من التامين بطريقه غير شرعيه يعني، او بطريقه مش سليمه. طب دلوقتي انا عايزه امن على العربيه بتاعتي، انت ممكن في البدايه انا مش عارفه اي تفاصيل، باجي لحضرتك انت بتقول لي اعمل 1 2 3، اشرح لي. العربيه لو هي زيرو لم ترخص، ما بنحتاجش ان احنا نعاين العربيه، لان احنا بنعتبر ان ترخيص العربيه في المرور ده بمثابه معاينه الشركه. لكن لو عربيه مرخصه اصلا لازم نعاين العربيه نمره 1، ويكونش العربيه فيها تلفيات، ورخصتك برضو رخصه القياده تكون ساريه، رخصه العربيه تكون ساريه. وطبعا في العميل بتقول له انا في تامين، في تامين بتحمل وبدون تحمل. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان الوثيقه اللي هي بدون تحمل بيبقى الريت بتاعها اعلى، ان العميل مش هيتحمل حاجه خالص في الوثيقه. او يقول لك انا عايز اعملها بتحمل، التحمل ده النسبه بتاعته بتبقى اقل من النسبه الثانيه ب 20%. في سبيلها بقى ان هو بيتحمل مبلغ 4% من قيمه السياره في حاله التعويض. يعني عن كل حادث، يعني لو العربيه ب 100,000 تحمل 400 جنيه عن كل حادث، بدون تحمل ما بتحملش حاجه.
وده بيبقى أرخص من اللي هو التأمين اللي هو بدون تحمل. طيب لو حد عايز يأمن على الشقة بتاعته، حضرتك عندك خلفية؟ إن شاء الله تأمين اللي اسمه تأمين الأسرة والممتلكات. تأمين الأسرة. تأمين إيه الإجراءات مثلا؟ تأمين الشقة هي باسمها الأسرة أو وثيقة الأسرة ومسكنها. ديت بتبقى وثيقة والله يعني دي سعرها رخيص جدا جدا جدا، بتبقى نسبة في الألف، ولو الناس فعلا؟ كلها لو الناس كلها تعرف لأني في شقق كتير وحرايق بيحصل في فترة الشتاء دلوقتي. كل الناس بتشغل دفايات فبتحصل منها مشاكل كتير جدا، دفايات وسخانات وفي الصيف تكييفات. فموضوع الدفايات ده خطر أصلا، ده احنا هنعمل حلقة كبيرة قوي عن موضوع الدفايات ده. لا هو والله التأمين في مصر أو التأمين عامة اللي يفهمه يروح له من غير أي ما حد يقول له حاجة، لأن النسبة بتاعته أنا بحمي ممتلكاتي، بحمي فلوسي، لو حصل حاجة ألاقي اللي يقف ورايا ويخليني أقف على رجليا تاني. بس هي بترجع أستاذ محمد، أقول لحضرتك بترجع الثقافة. لا وغير كده كمان بترجع للبروكر اللي بيشرح لي أعمل إيه. يعني ممكن حد يشرح لي، أنا من كام يوم حد شرح لي موضوع تأمين، أنا لا مش هعمل. وفي حد ممكن يشرح يقنع عن سول بيقنعك بالأمان كمان. في سبل إقناع وفي طريقة أن أنت يبسط لك الأمور. هو طريقته أو واجبه أن هو ينصحك أن أنت يعني في ناس متعرفش مثلا ممكن أأمن على شقة مثلا بنص مليون جنيه مثلا يكون 500 جنيه في السنة مثلا فعلا. واحد في الألف، ما حدش يعرف ده. بتبقى الوقت معين سنة تأمين لمدة سنة، ممتلكات كلها لمدة سنة. حلو قوي. طب ولو حد عايز يأمن على نفسه؟ دي بقى قلنا بقى وثيقة التأمين على الحياة، دي حاجة اللي احنا كلمنا فيها في الأول خالص، تخضع لكشوفات طبية، إجراءات بقى كشوفات طبية، والمبلغ اللي انت تقدر تدفعه قد ايه والمدة قد ايه وحسبة يعني. انت نورتنا يا استاذ محمد، لا تحت امرك، والوقت ما حضرتك عدى بسرعة. تشرفت بيك ونورتنا، ويا رب كده يا رب نكون قدمنا لكم كل ما هو جديد ومفيد. وقبل ما اختم حلقتي يعني بقول لصديقتي جيهان سالم مليون سنه سعاده على قلبك، عيد ميلادها كان امبارح، كل سنه وانتي طيبه. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وانتظرونا في حلقه جديده. خليك يعني.